وهروح لمسلسل تاني. أولا مسلسل كامل العدد من المسلسلات المبهجة كمان على الشاشة. مبهجة ليه؟ لأنه كمان هي خطبة العيلة بكل الفئات وبكل قصص، يعني من الكبير للصغير للشباب لكل واحد عنده مشاكله واحتياجاته وبيعمل ايه. وكمان كان اختيار الممثلين في كامل العدد اختيار نقدر نديه كمان اكتر من جيد جدا. الناس الحقيقه كل واحد كان في دوره، لكن كان في دور وقصه. انا الحقيقه هو استاذ حقيقي، وهو استاذ كمان تمثيل، وقدر يقدم الدور ببساطه كده وتلقائيه وابوه. طب عايزه اقول لكم حاجه والله العظيم، وانا بتابعه في المسلسل وهو كده اب ولذاذه ولطافه، يعني الواحد كده يعني مسلسل مبهج، بس انت ما تعرفش الحاجات تاثر عليك ازاي. انا والدي متوفي من سنين يعني، بس اللي هو فجاه ايه ده، انا مفتقده يعني هذا الدفء والاسره. هو ده اللي بتعمله الدراما، انها تيجي هي نفسها تطبطب عليك، وهو ده اللي بيعمله الممثل المحترف. تعالوا نروح كده ونكلم الممثل المحترف الأستاذ الممثل فنان أحمد طبعا كمال، اللي منورنا الآن على التليفون ونورنا 15 يوم في رمضان في كامل العدد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة شفكي، منورة دايما على الشاشة والله. يعني أنا دلوقتي مفتقدة القهوة بتاعتك، مفتقدة أم كلثوم، مفتقدة الهدوء، مفتقدة كده البساطة. طب نعمل إيه بقى؟ يعني كده يعني خليته بينا بصراحة. يعني غريبة الإحساس ده، أنا كمان مفتقده يعني. أيوة الواحد مفتقد التصوير مع الناس دي يعني. طبعا العيلة دي بقت جزء كده من كيان الواحد بالأجيال المختلفة اللي فيها. رائعة. المخرج طبعا خالد الحلفاوي طبعا، والكتابة يسر طاهر ورنا بوريش والشركة المنتجة، وحاجة جميلة جدا بجد يعني صدقيني أيام التصوير بالظبط هي المسلسل اللي انتوا شفتوه. أيوة وكان واضح على فكرة. يعني هذه البهجة كانت باينة، وبالذات يعني البيت بتاعك بالمزرعة بالمزيكا بشوية القهوة اللي موجودين. يعني لا يعني كان في مشهد مهم كمان اللي هي فلوسك ضاعت، يعني ما فيش بقى الولولة والسويت والتشنج وعاقب البنت دي يعني في كده اللي هو فكرة الرضا. انت مثلت الرضا، ان الانسان لما بيبقى مش بس في السن، لكن هو الرضا لما بيبقى جوه البني ادم بيقدر يشوف الحياة ابسط. صحيح صحيح. وطاقة الحب اللي موجودة في الاسرة دي، رغم التناقضات الكبيرة اللي جواها، زي ما شفنا كده الاسرة دي أبناء وبنات من أبهات وأمهات مختلفة. صحيح. وده طبعا ممكن يعمل كوارث كبيرة طبعا، بس أعتقد أن رغم التناقض ده، الحب طاقة الحب اللي موجودة في العيلة الكبيرة دي، يعني دي ده طبعا كلنا مفتقدين ده، بس مش انت بس والله طبعا. كلنا مفتقدين ده، والأسرة المصرية أعتقد يعني دي حاجة بالظبط. كل الناس كانت مبسوطة يعني حتى وده سر نجاح المسلسل فرق. أكيد حتى القصة بتاعتك طبعا والرائعة ألفة إمام، قدرتوا تدوا حالة، وهي وأنا اللحظة كده قلت إيه، يمكن أنت تسافر، لكن لا فكرة إنه أنت خلاص أنا مستمتع هنا، وأنا اللي هو لا هو مستمتع، بلاش تخرجوه من الحالة وهتخرجونا إحنا كمان. فالفكرة بجد كانت حلوة، اللي هو أنا موجود كله يروح ويجي، بس هو ده الأساس. طبعا، لأن هو الشخصية مبنية على فكرة إن هو شخص منتمي قوي للهوية المصرية. صحيح. يعني حد حابب قوي حياته في مصر، وجوده في مصر، الكتب المصرية اللي بيقراها، المزيكا المصرية اللي بيقراها، يعني ارتباطه بكل ما هو السبرتاية، ارتباطه بكل ما طبعاً. هو مصر طبعا جدا، نخليه كده واقف على ارض ثابته. صحيح. واحساس يعني الانتماء ده، هو مسلسل صنع في مصر، صنع في مصر بالظبط، بالمشاعر والاحاسيس، وهذا بالظبط، وهذا الاحساس بينتقل كده لبقيه الاجيال وللكبار والصغار يعني، وده موجود عند معظم العيله. والاجيال الجديده اعتقد انها بدات في المسلسل يعني بدأت تتأثر شوية بالفكرة دي، وهنلاقي إن فيهم ناس عايزة تسافر في الصغيرين يعني.
اعتقد لو في جزء ثالث هيبقى في صراع شويه في المنطقه دي. اكيد واضح في جزء ثالث. احنا بس لسه هنستنى سنه. هو في جزء ثالث لان هي يوميات اسره مصريه. بالظبط بالظبط بالظبط. وطبعا يعني وكلنا محتاجينها لانه انتوا بتمثلوا قصص البيوت، يعني قصص البيوت بالزبط المختلفه بالزبط. وهي فكرة برضو إنه يعني الأب والأم دول بأولاد مختلفين، اللي هو ممكن الحب يجمع الناس مع اختلاف القصص، يعني الحب هو الحالة الوحيدة اللي ممكن تجمع الناس. بس آخر سؤال يا أستاذ أحمد، يعني أولا التصوير أنا حاسة إنه أنتوا كنتوا دايما حوالي 16 واحد في اللوكيشن، يعني أقل مشهد، يعني كنتوا بتعملوا إيه في الأجواء دي؟ لا بصي الحقيقه احنا معانا اجيال مختلفه، الصغيرين يعني الولاد الصغيرين واللي هو والشباب الصغير منضبطين انضباط غير عادي في اثناء التصوير. طب هايل. شاطرين جدا، بيذاكروا بيراجعوا، مهمومين زينا بالظبط. مين فيهم تركيز. كان بيجي يسالك وحضرتك استاذ اصلا؟ الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. يعني يعني هم طبعا كلهم يعني فرح الصغننه دي اقعد اتكلم معاها، يا فرح انت عايزه تمثلي؟ تقول لي طبعا عايزه امثل. يعني هتكملي يا فرح في التمثيل؟ طبعا انا عايزه اكمل. شريف اللي بيلعب دور شريف، انا معايا النهارده في التاسعه بعد شويه لينا طبعا اللي هي فريده فكلهم عايزين يكملوا في التمثيل، وهم كلهم الحقيقه ابدوا روح احترافيه في اثناء التصوير عاليه جدا. طبعا ده بفضل الحقيقه نمره واحد هو خالد الحلفاوي طبعا، اللي اولا اختارهم واللي ثانيا عنده قدره صح انسانيه انه يعمل اداره ليهم في اداره الاجيال دي. والام اللي استحملت ده كله برضه لازم نقول لدينا الشربيني، يعني طبعا 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 يعني عرفت تدير ده طبعاً. وهي الحقيقه كانت بتتعامل بالظبط، تتعامل على انه كلهم اولادها. صحيح بالظبط، يعني هم كلهم اجيال اعتقد ان هم هيكملوا كلهم في التمثيل، وهنفاجئ بمستويات يعني عاليه جدا منهم، لان هم عندهم يعني بذرة التمثيل قوية قوي قوي عالية. أكيد خلاص، يعني إن شاء الله في انتظار بإذن الله دايما نكمل هذه الأجزاء الحلوة. يعني نورتنا ومتعتنا وبشكرك شكرا جزيلا، وافتكرنا بس أنت بتعمل القهوة برضه.